مضت العقود ولهفت الفلوس وفص ملح وداب ورفعت شعار مامتكم في العش ولا طارت، وده اللي عملته النجمة الكبيرة اللبنانية هيفاء وهبي مع مجموعة من المنتجين في مصر تحديدا، بعد ما كان المفروض انها تيجي تعمل حفلة في الساحل الشمالي، وبسبب كده تم خروج قرار من نقابة الموسيقيين بمنعها من العمل في مصر. فتعالوا معايا اعرفكم ازاي هيفاء وهبي عملت الجلاشة مع المنتجين المصريين، وتفاصيل الحوار من طقطق لسلام عليكم. اليوم كان لوز اللوز، وكله قاعد في مكان الحفلة في الساحل الشمالي ومستنيين السوبر ستار هيفاء وهبي تطلع بقى على المسرح وتلعلع زي كل صيف. المنتج يرد على الست هيفاء من هنا وهي قافلة الفون بتاعها مرة واتنين وتلاتة، فين هيفاء فص ملح وداب، وعشان يتضح بعد كده ان الفنانة اللبنانية كبيرة لحست كلامها بعد ما لقطت القرشين وكمان اللي هم اصلا بالملايين، وخلعت من المنتج وفضلت قاعدة في لبنان وما اتحركتش. وطبعا الراجل المنتج بقى قاعد يضرب اخماس في اسداس بسبب الفلوس اللي راحت عليه، وكمان الخساره الفظيعه اللي حصلت له بسبب هيفاء وهبي بعد ما رجع تمن التذاكر للجمهور وهدى المسرح والتجهيزات بتاعته ودفع كمان رواتب العمال والفنيين. طبعا بعدها طلع المنتج على نقابه الموسيقيين عشان يقدم شكوى في هيفاء وهبي وانها اخلت بالتعاقد اللي بينهم وخدت الفلوس وما جاتش تغني وانه عايز حقه يرجع له. المفاجأة الكبيرة بقى ان هيفاء طلعت واخدة فلوس برضو كتير من شركة انتاج فني كانت متفقة معاها تعمل لهم دور في فيلم او مسلسل تقريبا، وبرضو بعد ما مضت الورق لحست كلامها وبرضو لهفت فلوسهم وقالت لهم امكم في العشة ولا طارت، وبرضو راحوا عشان يقدموا فيها شكوى تانية. يعني من الاخر كده واضح ان هيفاء وهبي بقت سوابق في الحوارات دي. الشكل كان محرج جدا في نقابة المهن الفنية، وطلع اشرف زكي اكد ان الفنانة هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية المشهورة تم وقفها من التمثيل في مصر وكمان احالتها للتحقيق لحد ما تيجي وتشوف ازاي مشاكلها دي ممكن تتحل، وانها كمان ممنوعة انها تعمل اي حفلة في الساحل الشمالي او غيره. وبرضو نقابة الممثلين قررت سحب تراخيص هيفاء وهبي الخاصة بالتمثيل لحد ما ترجع العربون اللي خدته من الشركة المنتجة اللي لحست كلامها معاها، وانها لازم تعوض الشركة المنتجة ومنظم الحفلات بتاعت الساحل الشمالي عن اي اضرار او خسائر مادية اتسببت ليهم بصفة عامة. ولحد بقى اللحظة دي التزمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الصمت تماما وما رضيتش ترد او تعلق على الاتهامات الخاصة بانها خدت فلوس وضحكت على الناس، ولا حتى خرجت باي تصريح يقول هي عملت كده ليه وازاي برضو فرطت في سمعتها الفنية بالصورة دي. عموما مش عايزين نستعجل الاحداث، وكل شيء هيبان الفترة اللي جاية دي وهنعرف ليه هيفاء وهبي عملت كده وازاي سوبر ستار كبيرة بحجمها تتصرف بالطريقة دي. مستنيينكم بقى انتوا كمان، لازم تشاركونا في التعليقات.